فضيلة الشيخ، هذا يسأل ويقول في الحديث: من سن سنة حسنة فله أجرها، وأيضا في من سن سنة سيئة فعليه إثمها إلى يوم الدين. ما هي الأمثلة على ذلك؟ وأشرح لنا هذا الحديث. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، معناه من أحيا سنة تركها الناس ونبههم عليها بقوله وفعله فإن له أجر من عمل بها لأنه أحياها. وأما من سن في الإسلام سنة سيئة، هذا مثل البدع والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان، لأن يتقرب إلى الله بعبادة لا دليل عليها من الكتاب والسنة، هذه عليه إثمها وإثم من عمل بها، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا والعياذ بالله. فهذا فيه الحث على إحياء السنن والعمل بها، وفيه النهي والتحذير من البدع والمحدثات والعمل بها. نعم.